الآن يتفضل السيد رئيس الجمهورية بتسليم الأوسمة للمكرمين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. أولاً الشخصيات الإسلامية العامة، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب مفتي الجمهورية السابق. الأستاذ الدكتور عبد الحي عزب عبد العال رئيس جامعة الأزهر. ثانيا قيادة وزارة الأوقاف السابقين، الشيخ صالح السقطي حسين نجم الدين مدير مديرية أوقاف قنا السابق. الشيخ عيسى جودة مقل الطاها مدير مديرية أوقاف القليوبية السابق. ثالثا شباب وزارة الأوقاف المتميزون، الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية أوقاف أسيوط. الشيخ أحمد السيد سعد تركي مدير عام بحوث الدعوة. رابعا الشخصيات الدينية، السيد محمود أحمد حسين الشريف نقيب سادة الأشراف. السيد عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية. من يمن الطالع